بالنسبة لموضوع السوق يرجع من رجعت الحركة يعطي حركية اقتصادية أكثر وترخص الأسعار أكثر معناه، والمواطن والناس اللي تخدم والنساء تروح من الخدمة وكذا يلقوا متطلباتهم يلقوا حاجاتهم في السوق ممكن خير من المرشي. وقفنا من السوق الأسبوعية ماهيش حل معناها في البلاد جملة واحدة، والخدمة مش هي أصلا، فمش خدمة جملة الدنيا بيلة على الأخر. شفت فاش نجيب أنا يعني في زوز قجوات راه من الصباح لتو مازلت ما استفتحتش، عباد فارغة عباد الكل فالس وحنا ولا واحد يهرب في روحه من العباد اللي تسالوا فلوس، فهمتني ولا فهمتني؟ وهذا تو احنا كي رجعنا تسمم فرحانين برشا 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 على الاخر. انا واحد من الناس استحشت 50,000 مع تصور 50 دينار وليت الرفاه كان في المنام. بالنسبه للسوق الاسبوعيه يعني ما يلزمهاش تتحم بني خلات، وخاطر السوق الاسبوعيه هي يعني المقر نتاع الانسان البسيط. عوده السوق في بني خلات معقوله؟ معقول، ومش في بني خلات هكا، في كامل الجمهوريه التونسيه ناس زواوله ناس موتة بالشر، والحكومه خلات العباد باش تولد تطلب. عجبني سوق بني خلات وقربه، انا من قربه من غادي هاي جيت لهنا على خاطر هذاك المرق الرزق نتاعنا، منيش ناكلو منيش نشربو. السوق الاسبوعيه الناس ما عندهاش، ويلزمها باش تخدم ما عندهاش العباد، يلزمو باش يقري ولاد وقارد وواحد ما يلقاش باش يعمل، يلزمو كاكا يتنوش. كي باش يسكروا السوق الاسبوعيه كيفاش باش تعيش الناس؟ اللي عنده قرض واللي عنده كرا واللي عنده ماء واللي عنده صغار. انا عندي 5 صغار، انا ما اعتمد كلمته باش عطانا البلاصه هذيا بس ابتو ننصبوا وناكلوا باش نسترزقوا انا ولاد. فرحانين بعودة السوق نتاع بني خلاد يعني برشا، وبعودة بالتزام البروتوكول الصحي. ما فماش معناها زادت الأسعار جملة واحدة. ديجا أنا بنت سوق ونعرف كل شيء، نعرف أسوام السوق، نعرف أسوام المرش، فاش يربحوا؟ والله حكاية فارغة، راهي 200 و300 فرنك، تجي تحسبها ما تلقى حتى شيء آخر النهار. السوق أرخص، ربطة السنالة ب 700 يبيع لك فيها مرش نوار ب 500 فرنك. فما السوق ارخص للزوالي، فما الفلفل ب 3500 ناخذوا فيه ب 2000 ب 1800. بالنسبه للسوق الاسبوعيه يهبطوا الناس الكل، يهبطوا ياخذوا كل بالكل كل 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 قدير وقدره، تاخذ بالسوم اللي تحب عليه. كما تحب تاخذ تشري تشري، تحب تاكل ب 100 بدينار تعيش، تحب تعيش ب 10,000 تعيش، هذه حاجه. وفي الاسعار طلعت فوق القيمه. وقت نجي انا في السوق الاسبوعيه ناخذ كيلو بطاطا ب 500 فرنك، مش نمشي للمرشي انا ايش ناخذها ب 700. والله كيف بالنسبه زي شنو المرشي زايد 100 فرنك ولا 200 فرنك بالنسبه للمرشي، اما بالنسبه للبرا زاد كيف بيناتهم 100 فرنك، حكايه فارغه. يعملوا لنا سوق يعني كل نهار سبت باهي كل شيء، لكن شنو فما مشكله برك يعني غالي شويه، الخضره غاليه شويه، فريب غالي شويه، يعني كل حاجه غاليه، فهمت؟ الزوالي ما عادش يعيش. يلزم الدوله تحس شويه بالمواطن في الاسعار في المراقبه في كل شيء. المواطنين ما همش ملتزمين بالاجراءات الوقائيه المتبعه، ما همش يطبقوا فيها، ما همش ملتزمين بها. يعني احنا تو ملتزمين يعني نخدموا بالكمامه، نخدموا بالجفان، نخدموا بالجل المطهر. المواطنين هو يجيب لي الفلوس منا وانا نحط في الجفان، انا نعقمهم باش انا نضر ولا هو يضرني. والجل ديما بالطبيعه هذاك ما مسترسل ما يتنحاش. قاعدين نعاقموا وقاعدين نعملوا كل شيء، بالاخص الفلوس اكثر حاجه. عاملين حكاك احنا نصابه. فيهم جفال وفيهم الماء ونلقوا منه الفلوس نرميهم فميك ولا وعامل جوندوات ومنسان محطات. الناس كلها ملتزمين والناس كلها بامورهم واضحه والناس كلها تحت رحمه ربي، المهم الحكومه تشوف لنا حل. جمعه كامله نهار نطيب مرمي، نهار نطيب كسكسي، نهار نطيب مقرونه، نهار ما عنديش جمله نطيب شكشوكه، تو شكشوكه تكلف 5,000.